السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي وإخواني، الله جل وعلا أن تكونوا بخير. إحنا الآن هذا ماشي هو اللي تقدينا، هذو صغار، هذو صغار، هذو خريفة هذو. لا نمشيو لهذوك اللي تقدينا اللي خدينا. أنا في الدنيا. واه طيب. خلي يجيو من سلطان. لا لا ما تخاف ما تخاف. هذا جاي نحوم. شحال قال لي كاين واحد هنا؟ شي 50 52. المهم مع 70. لا لا هادو بوحدهم الكبار، هادو 50. هادو 50 دابا بقات بيناتنا 100 درهم. قول له يزقي معنا ان شاء الله وصافي نقيدوا الارقام ديالهم باش نمشيو. هادو ما شاء الله خرفان ما شاء الله ملاح، وصراحه المرقد ديالهم هنا يعني سلعه مزيانه بفضل الله تعالى. من 56000 ريال بقينا كان وصلنا معاه دابا 48000 ريال لواحد. هنا كاينه 52 واحد، بقات بيناتنا 100 درهم. هو قال 50 درهم نخليكم لواحد، يعني وغيبقاو عندو ان شاء الله هنايا ياكلوا وجالسين في مكانهم حتى نهار العيد، وان شاء الله وغنضاعفوا العدد باذن الله تعالى. يعني الان هو كيقول 50000 ريال، حنا عطينا 48000 ريال، يعني مابقاش بيناتنا شي حاجه. وما شاء الله راه من العيد بقى واحد شهرين راه غادي يكبروا في الحجم. يعني هادو كانوا غير كيسرحوا، دابا الان جمعهم راه كي يعني كياكلوا مزيان الان ومجموعين، فكيتزاد الوزن باذن الله في هاد الشهرين باذن الله. يعني هادو ان شاء الله كلهم باذن الله. هذه شوف الان سبحان الله ارزاق، ها هو رزقهم معلق في الاذن ديالو وما عارفينش كل واحد من غيكون مكتم بفضل الله تعالى. هذا كلهم ان شاء الله للارامل واليتامى والمساكين ان شاء الله عز وجل. احنا اللي غنعرفوا ونخلصوه باذن الله. نعطي دابا التصبيق باش نهناو من داك التعب ديال المشقه ديال نسافروا هنا وهنا، وغان شاء الله غتكون دفعات اخرى باذن الله تعالى، يعني ديال نتقداو ان شاء الله سلعه اخرى ان شاء الله تعالى وتبقى باذن الله جل وعلا. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد ان شاء الله عز وجل. فالحمد لله، هذه نعم من نعم الله، هذه سلعه مزيان صراحه. يعني هادو راه ماشي صغار، راهم كبار، ومع واحد شهرين ديال العلف والماكله راه غيوليو كبار من هذا الحجم. باش تعرفوا هذه المساله، هذه كيعرفوها الكسابه والناس اللي كيتقداو السلعه وكيفهموا فيها. يعني شهرين راه كيتزاد الحجم بحسن الماكله الصباح والعشيه ومجموعين، ماشي بحال اللي كيكونوا خارجين كيسرحوا. كلمني السيد ان شاء الله باش نزقي معاه باذن الله. صافي ان شاء الله نزقيو معاه ان شاء الله. سعيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا خويا قول الله يربح لي سخه. قلت لك بقات 100 درهم وتقول اقسم بالله لا. شوف انا كنهضر معاك شي هضره ديال بغيت نبقى معاك راجل. غتزيدها وما غنخدمش وغنبقى كل عام تجي. بغيت نبقى معاك راجل لان غنضرب عليها تماره. سنت ليا غنضرب تماره غادي نتكرفس. اقسم بالله الا غنتكرفس راني غنتكرفس. ولاد الناس وعاد الرجال غتبقى تجيب لا غنم وغتبقى. شحال قلت لي في الاول؟ قلت لي 56. اه مش عطيتك دابا انا 48. ما قبلت انا والو. قول يلا قول يلا يرضى. خرجت معاك كلمة. راه ما غنعاودش في البيع انا، راه غادي غادي يبيع غير للناس. الله يرضي عليك. تعاون. انا راني عرفتي متاش انا بعدا دار معاه تمار. نعم. راه من تيدوز العيد 10 وانا كنلقط. نعم. كنشري منه ما وكيسرح وربطتو علف وسرح وطلقتو. راه عام ما ساهلش باش تدرج معاه. عندنا فيه 5 ولا 6 كوسور. وكوسور مشاو ضاعوا لينا مرضو. يعني الوزن غيتزاد في هاد الشهرين. غيتزاد غيتضا والله لا عرفتي شهر ورجع عندي تشوف. والله ما تعرفها. لا كان جوج مرات في النهار. جوج مرات. وانت غير شهر الصباح وفي العشيه غير شهر واجي لما باش تبدل خذ فلوسك وسير الله يسهل الحال نقلبوا معاك. يعني هذا كما يقولوا حبه حبه حاجه مزيانه ما تحتاجش ما تحتاج حتى حاجه. باك شوف جيب اللي كيعرفوا شوفوا تبرا. انا كنبيع لك سلعتين قيه كساب ماشي بيع شري. خرجها برا باش بغيت نخرجها لك قاعد تجدد فيها نضرك نخرجها لك برا. خرج 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 باش نسير يسر الله نقيدوا الارقام ديالها دابا باش تبقى تبقى الامور النفوس مطمئنه باش تكون واضح. الله يرضي عليك. السلعة اللي غنشوفو دابا هي نفس السلعة اللي غادي تسجل، هي نفس السلعة اللي غادي تسجل في الكتاب باش يبقى ان شاء الله الموالية باذن الله ان شاء الله تعالى.
هذه السلعه كلها باذن الله تعالى كدفعه اولى ان شاء الله عز وجل للارامل واليتامى والمساكين ان شاء الله عز وجل. نسال الله تعالى بها الجنه لكم ولنا ان شاء الله تعالى. يعني هذه الحمله تقدم صافي تقديناها باذن الله عز وجل. الحمد لله يجعلنا من السباقين الخيرات. هكذا التنافس في الخيرات والموسم طاعه كثير جعلها الله اغتنموها. الدنيا قصيره والعمر قصير مهما طال. ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. ما شاء الله. افطرنا واحد الفطور ما شاء الله شاي مغربي جو طبيعه ما شاء الله اشجار يعني الحمار خضروات خير موجود ما شاء الله في بلاد المغرب ما شاء الله تبارك الله بلد فلاحي ما شاء الله الغنم موجود ما شاء الله اهل الخير موجودين ما شاء الله نسال الله تعالى يبارك للجميع. اجر واحد برا سعيد اجر واحد انت شوف انخلعهم يدوزوهم شوف سبحان الله تجمعوا كاملين شوف شافوا اتحاد قوه تجمعوا باش يكون كلمه واحده الى خرج من واحد جسم صافي سال مأمون شوف سبحان الله شوف صافي شوف دابا كله يسهل الى خرج غير البعض خلاص سبحان الله سبحان الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هيدا سعيد هيدا سعيد وعقلوا عليها الغنم ان شاء الله بعد شهرين غتكون كبر من هذا الحجم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمحوا لي طفي التليفون بدل التليفون الاخر. هي هذه ما شاء الله الغنم تبارك الله خويا محمد سعيد سي سعيد دابا شنو ما ديك 100 درهم شنو غنديروا فيها؟ نقسموا الصبر؟ نقسموا الصبر؟ غنقسموا الصبر. صافي خليها ب 49 شوف نقسموا الصبر غير دابا غتولد الدواء ماشي دابا الدواء عاوتاني شوف راه ان شاء الله باذن الله غتزيد الناس الاخر. هذيك الساعه الاخرى؟ اين هي؟ صغيرة هذه والله ما صغيرة لا لا صغيرة حنا ما ندوش الناس الصغار ولا الناس الحمد لله حنا ديري ثمن بوحدة عاوتاني واخا شوف صدقي معايا في هذيك وندخل هذيك يلا يلا دي هذه باش قال هو جيب لي ورقة وستيلو قيد لي نصوروا 4000 درهم نعم بغيتي نشدها نشد شي وحده غادي نكتبها وغنقيدو كل وحده غادي نصور ليها الرقم ديالها وغادي نكتبوه في كتاب باش نديوه معانا هذا هو اللي كاين يلا بسم الله باش ما نضيعوش الوقت يلا بسم الله بسم الله نعم هذه دير بحال هي درتها بسم الله هذيك 50 درهم كاع ما تشطر العيش رغيتها لوطو راه ما كنتشطروش راه ما قصدنا ليه والو رغيتها لوطو غنم ديالك غيحذيوها وغيقابلوها مزيان انت راه غتجي كل سيمانه ترخي مغلبه خلي دوزي كل واحد حاول يجي هربتي حاولي نعم والله ما يزاد فيها نص
وان شاء الله شي كنتمنوا هي الحمد لله اكيد ماشي حتى الغنم ديال البلاد الغنم كسيبه ماشي يعني في هذا الشهر 20 يوم اللي بقات ان شاء الله تكبر غادا تكبر غيتزاد ديال النص ما تبقاش شغل حاولوا ما تبقاش حط عليه يدك هكا ولكن الحمد لله داكشي اللي بغينا الحاج والله كاين حنا راه ماشي راه الله بقى العمر حنا بقى نتلاقاو تقول يلاه يمسخر تقول راه تكذبتي عليا ولا خلي العون يجي والله تعال تكبر كل هذا الغنم فكما يقول السيد كتسمعوا ان ان شاء الله تعالى من ناشر 20 الحجم غادي يكبر اكثر باذن الله تعالى يعني الحجم غادي يكون اكبر من هذا الحجم هذا لانهم غيسهروا على انهم يعطيهم العلف العلف راه جيد المكان حتى هو راه هنا ما شاء الله جيد معروف بالغنم انه عندهم هو كيقول لي هاد الناس ما كيحطوهمش كاع في السوق ما كيديهمش للسوق كيجيو عندو الناس اللي موالفين تقدموا عندو حتى لهنا يعني كل عام وبفضل الله تعالى كيديو السلعه ديالهم بخير موجود الحمد لله يعني السيد معروف كيتعامل غير مع الناس فرزق هذا الحمد لله ساق الله جل وعلا قدينا وعندنا نسقنا مع واحد الناس كذلك في قلعه السراغله يسر الله سبحانه وتعالى حتى هما انهم غيردوا علينا ان شاء الله تعالى غيردوا علينا غدا فهذا كان الثمن المناسب باذن الله زياده الخير خير فاحنا ما كرهناش باذن الله نوصلوا الخير لاكبر عدد ان شاء الله تعالى واكبر الاسر خاصه مع الظرفيه ديال فاحنا الحمد لله بفضل الله تعالى بفضل الله جل وعلا كل عيد الحمد لله يعني كاينه هذه البادره هذه بفضل الله تعالى هذه ما شاء الله كلها الحمد لله تقدينا بفضل الله تعالى بفضل الله جل وعلا الاخوان الله يخليكم نوقفوا الاتصالات ما شاء الله خلاص الامور الحمد لله الغنم راها صحيحه جيده الان نقيد ان شاء الله سجل غير الارقام ديالها الان غادي نبداو نقيدوا داك الارقام اللي عندها ديالها الله يخليكم لنا وقت الاتصالات الله يخليكم شو معي وقفوا الاتصالات الله يجزكم بخير الله يفتح عليكم لما وقفوا الاتصالات الله يفتح عليكم لا حول ولا قوه الا بالله واش كتعملوا ديروا هذا الشيء ولا شنو وقفوا الاتصالات الله يجزكم بخير وقفوها الله يفتح عليكم ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله الاخوه وقفوا الاتصالات الله يجزكم بخير لا حول ولا قوة إلا بالله وقفوا الاتصالات الله يجازيكم بخير لا حول ولا قوة إلا بالله صراحة كاين الناس كيتعمدوا يديروا هذه الطريقة باش ما نسجلوش نقول لكم الصراحة يعني ما يمكنش ما يمكنش أنا أقول لكم ما يمكنش هذه الطريقة ما تمكنش والله العظيم إلا حشومة صراحه والله يلحشوم عليكم اقسم بالله يلحشوم الله يجزكم بخير الله يجزكم بخير والله الا تعبت يعني ما كتخليوش حسن صوروا الناس يعني حشومه حشومه وعيب والله يلحشوم وعيب
غير ما يتقلقش الانسان اللي بلوكيتو، ما يتقلقش صراحه، ما يلومنيش ما يلومنيش، حيت حشومه انت عارفين على المباشر وكتواصلوا معنا الان، عيب يعني صراحه. خلينا نتكلموا في الموضوع من بعد نتكلم معكم ان شاء الله عز وجل. يعني اتصال بعد اتصال بعد اتصال بعد اتصال، صعيب الحال. على ايس الله تعالى يرزقنا التوفيق والسداد. المهم ان شاء الله احنا في الصباح جينا باذن الله هذا المكان ان شاء الله تعالى، اللي هو مكان جميل وجيد واهله بين اهل الكرام واهل الخير. فالحمد لله الان امورها غاده على احسن ترتيب باذن الله جل وعلا. اشنو درنا صافي سي ربيع؟ خرجت معك الكلمه شنو هي؟ ما ندورش لك. 2005 لا حول ولا قوة. 2005 خوتنا نتوكلوا على الله ب 2500 درهم الواحد ولا بزاف؟ بقاس بيناتنا 100 درهم. اعطيوني رايكم، بقاس بيناتنا 100 درهم. هو قال 56 ولكن راه باقي العيد ليه شهرين، قال لك غيبقى يعلفهم والصبح وعشيه، ما تعرف غير لما تكون في احسن صحه واحسن قوه وغتكبر ان شاء الله تعالى وعلى ضمانتي باذن الله وامانه عنده. دابا بقاس بيناتنا 100 درهم، واش نتوكلوا على الله ولا لا؟ اللهم يسر. ها واحد قال لي بزاف جا المهدي دابا شنو اشيروا علي؟ تعال تعال سير على بركه الله. ودابا راه 48000 ريال، بغى 50000 ريال، باقي لها شهرين يوميا خصو يوكلها يعلفها يشربها ها يقابلها، فهمتي؟ عندها خدام ديالها كل نهار والصير شحال كتاكل تقريبا هاد 50 شحال تاكل لك في النهار تقريبا؟ تاكل ما كنحسبش ليها يعني. تقريبا شحال غادي تاكل تقريبا؟ كتاكل تقريبا 300 درهم في الشهر. يعني فاش في النهار؟ في الشهر تربع على 10 دراهم الواحد. 10 درهم 100 درهم الواحد في الشهر. شحال؟ 300 درهم الواحد. 300 درهم في الشهر. في الشهر الواحد 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 يعني 300 ضرب 50 50. وسمعتوا دابا اش كيقول لك هو دابا انتم كتسمعوا، قال لك كل واحد غياكل 300 درهم ديال العلف، دونك 300 درهم غضربها في 50 هي القليله، شوف شحال عطات. يعني هذا المبلغ هذا راه غادي يخرجوا من جيبه، يعني داخل في الثمن. طيب خويا الله يسخر الله صافي حيد. انا ما اصلا ما غاديش حنا 100 درهم ما غاديش قاعد ما يمشيش كيفاش صافي ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى خديناها ان شاء الله. خلاص دابا شوف خوتنا واحد الكناش خلاوها ورقه وستيلو كتاب، كتبوا لي كل واحد يدوز واحد واحد الرقم ديالو والرقم ديالو باش القلوب تمشي مطمئنه ومقاده. يلا بسم الله يلا توكل على الله. نعم هذه ما تفهموش لا قيد معايا هذه وشو الاخرى الوقت ما كاينش. يلا يلا دغيا خويا تعاونوا معانا. شوف كتاب والسلاسه دابا دابا اش غنديروا؟ واش شديناها؟ شديناها هذه خرج برا. اللي غدوز الرقم ديالها ترشمها تمشي تجاه برا برا برا. اه نعم خرج برا ماشي مشكل تكمل. هذا هو الكلام. شوف كل وحده شوف ماشي ترشمها، كل وحده غتقيد الرقم ساعه وتكتب عليها واحد جوج ثلاثه طنقه طنقه باش كل رقم نعرفو نعرفو الرقم ديالو. حاج شد الورقه والستيلو هو يقول لك الرقم. الدراري غيقيدوها كاين الدراري اللي غيقيدها ورقه والستيلو غير انت كل واحد ملي غادي يخرج غيخرج بالرقم ديالو. هذا واحد جوج ثلاثه ويكتب فوق كل ما تقيدو كتير وكل ما تقيدو غيدي النوامر ديالو. غادي الكتاب ديالو. اه عندي واحد غندي معايا واحد يبقى عندكم. اه واخا يلا ورقه غتعطيك ورقه غتبعث لك. اه هذا هو الكلام بقوا واضحين. اه باش من نهار بغيو نهزو مع عاوتاني نفس الخدمه. نهار يجيب لي الورقه نغسل الورقه ديالي. صافي ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. واحد دار السلامه الا كتب شي ها؟ ما شي واحد شنو غنديروا به؟ غتعيطوا ونجي. ما شي واحد راه عيطتي تجي تشوفي بعينك. وكنتمنى وما كنتمنى شوف كنتمنى وما ما يموت ما حتى حاجه. روقات عندنا ماشي كورونا ما كتاثرش عليهم الحمد لله. وانتم ما عندكمش كاع كورونا الحمد لله. كاين شي حاجه انا ما نديرش تشوفي بعينك. ها؟ تشوفي بعينك وتشوف الرقم ديالو شنو هو. ربما شوف ما عندناش مشكل. ما كيجيش الحاولي ما كيجيش كيموت. ها؟ الحاولي ما غاديش ماشي غادي يجي ويموت. يضرب واحد. إلا مات كتبان قبل كيمراد ولا كذا. ولا واحد لا ضرب واحد. سلام عليكم. هذيك لا واحد ضرب واحد راه هذيك النطيحة راه حنا عارفينها. حنا نضربوا الله ما يكون والدي إن شاء الله. بالله والوالدين لا ما كاين لا والدي لا والله وحده. صافي الله وحده إن شاء الله عز وجل. شوف بإذن الله تعالى خلاص إن شاء الله. ان شاء الله احنا ننويو الخير ويكون الخير. اه زعما ان شاء الله. انت شو انت ما تفرطش قول هاني. هذا هو الكلام انت ما تفرطش. حتى ترى تجي مره مره شوف حتى ترى تجي مره مره وتشوف باذن الله تعالى. هو خديتي هذه خلي كل شيء هنا وتسد على راسها. يلا اخوتنا نتوكلوا على الله لان الوقت كيجري وباقي عندنا ما يتقرب. شكرا الله. وعاد تجي معانا.
معاذ مزيانين ما عادش الحوليه غير ديرها دابا لا شمال واحد الحوليه بقى صغير كترضع لا هذيك كبيره اه لا لا معاد لا اللهم امين اللهم امين اخواني اخواتي بارك الله فيكم نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير وي خصنا الرقيه الدغنم خصنا الرقيه خصني نجيب لي الرقيه انت شوف عندي واحد الفلاح كساب ها المعقول يلا بين لي انت واعر بين لي واعر سير شد الحلس لا لا مش مولف امي يشدوا الغنام يشد المعاز البقر ما كاينش الله الرجوله بالطفوله سير اجي هكذا سير سلطان جو الله يبارك فيكم الله يوفقنا وإياكم لكل خير بإذن الله جل وعلا حسن الله عليكم إخواني وأخواتي والله العظيم كان تقدى وحنا فرحانين لأن هذا الشيء شوف دابا غير واحد تصوروا معايا غنقيدوا الرقم مثلا ديال الخروف وغنقيدوا الرقم اللي غادي يخرج وبغيتكم تصوروا معايا الصوره الان مالي اللي غياخذوا ما عارفينهمش شكون نطلب الله تعالى يعني تكون الامور كلها تمشي على خير ان شاء الله تعالى فسبحان الله ارزاق حنا جايين وكنتقداو كاين مولاه ما عارفش الان وكيفاش غيكون نصبوا وكيفاش غيوصل لي سبحان الله العظيم بغيتكم تصوروا معايا هذه الامور هذه الايمانيات بشكل ايماني سبحان الله يعني يسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني تخيل معايا لك مثلا تقضي غير 500 حولي. 100 حولي مثلا. 100 شوف فيها اب فيها ام فيها جده فيها خاله فيها اولاد شوف الاسره شحال فيها شحال من مئات الافراد اللي فرحتي وفرحنا جميعا صراحه صافي بديتو اخويا نبداو ها نعم معاد وسلطان ها صافي سولي الشمس معاد سلطان لا ماشي ديالك هذيك تاعك كبيره تاعك هي كبيره ماشي هذيك تاعك الان ان شاء الله تعالى غنبداو نسجلوا باذن الله وغنوثقوا بالمباشر وغنوثقوا بالارقام بالورق والستيلو غادي ان شاء الله كل واحد غنقيدوا الرقم ديالو مثلا هنا كاين واحد الرقم كيبان لكم هذاك هو الرقم الخاص بكل خروف باش ان شاء الله نبغيو نجيو نديو غنديو نفس الخروف تاعنا مطمئنين عليه مطمئنين على الرقم ديالو لان كيضمن الله بعد باذن الله تعالى السلامه الصحيه ديالو وكذا ان شاء الله تعالى فهمت فالان غيخرج واحد يتسجل في الورقه تما وفي نفس الوقت نكتبوا فوقه العدد الرقم ديالو اللي وصلنا ليه في بعد رجع في شحولي فراغ ولا كيخص تخرج من برا والله اخواتي واخواني لا شيء فعل خير توفيق من الله عز وجل واخا ضلت تفكر توفيق من الله الله يوفقك من الخير فعل الخير توفيق من الله عز وجل انه يحبب لك فعل الخير يهدي لك هو فعل الخير وييسر لك الناس ديال الخير هذه توفيق من الله عز وجل صراحه وحتى قالت لك زوجك يذبح وكيهرب ولكن سلخ ما شاء الله عليك مقاتله ما شاء الله
الله يبارك في صحتك وفي المجهود تاعك وفي التوفيق ديالك الله عز وجل. كاين بعض النساء ما شاء الله راه كتلقاها ما شاء الله راه كتلقاها راجل ما شاء الله تذبح تسلخ ما شاء الله وكل مره فاش توفقات سبحان الله العظيم. لا اخي كريم ملي تخرجوا كتب فوق الرقم اللي خرج فهمتي كتب لي فوق الرقم اللي خرج ولا بلاش كل ما كاينش تكتبش يا راسي الرقم اللي في الودين هو هذا اللي هنا صافي ماشي مشكل ما فهمتش اش قلت 22 يطلع ندير برشامه تعبي لي بلاك هو ايضا في درجه في درجه في درجه صافي لك ضبط امور ها تو طايرالي لا لا بوحده طايرالي أجواء رائعة جدا صراحة ما شاء الله كون دستي من لهيه واحدة من لهنا واحدة من لهنا وقيلة لا كلهم على جهة كلهم على جهة كلهم على اليمين ديما تقرا من لهيه لا خلي اكتب وحقق مزيان ودقق مزيان حقق ودقق شي ناضي هيدا ادم ما غتقدش محمد كدير اخويا هادي كلها خصها تمر الان كلها خصها تمر الان ويتسجل الارقام ديالها واحد واحد باش تمشي لمكان اخر وتبقى فيه باذن الله تعالى حتى اليوم العيد نجيو مره مره نتفقدوها ان شاء الله تعالى هو غيتكلف بالماكله ديالها والشراب ديالها وحنا ديك الساعه نجريو في جهه اخرى باذن الله راه وصينا لها كان شي حاجه عنده كاينه هاد الغنم هي صغيره شويه حتى هو يتفاهم معنا فيها كنشوفوا لتفاهمنا في شي تمام مناسب اولا غنمشيو نشوفوا غنم تكون حتى هي كبيره شويه ان شاء الله جهات اخرى باذن الله تعالى ان شاء الله عز وجل. مرحبا يا 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 سبقنا أجواء العيد ما شاء الله تعالى ما شاء الله واحد وعشرين واحد وعشرين بابا شهرين ديال الماكلة يعني شهرين ديال كيف ما كيقول لهم في اللغه ديالهم راه شهرين غتبقى ما شاء الله وهاد الشهرين ديال اللي غتبقى بشكل جيد في الشهر راه غتكبر في الحجم. حنا شوفوا عقلوا على هاد الغنم راها كبيره الان ولكن عقلوا على هاد الحجم ان شاء الله تعالى بعد شهرين غيتضاعف غادي يتزاد الحجم فهمتي راه غيتزاد الحجم باذن الله تعالى وغتكبر فهمتي يعني الاسر اللي هي عندها غير فرض وفضيله راه كاين مساكن الاسر اللي كتعيط ب 1500 درهم اقل من هذا بكثير جدا جدا فملي كتدخل عليها واحد دابا هذا خدينا حنا مثلا 50 راه في العيد كيولي هذا هو اللي كيتقداو الناس ب 60 66 70 في ايام العيد لانه غيكبر وكتولي الغلاء عاوتاني ملي كيقرب العيد هذه كلها ظروف خاصكم تفهموها فملي كنتقداو حنا الان بشكل كبير وبشكل كثير كيهبط الثمن وملي كنتقداو قبل العيد كيهبط الثمن وكتبقى مساله انك هو كتفاهم معاه باش يبقى عنده وكيبقى وكترتاح من واحد الجهه نفسيه انك ضمنتي لواحد 50 اسره ضمنتي لها باذن الله تعالى الاضحيه وكتجري ديك الساعه 50 اخرى ولا 150 اخرى ولا 200 اخرى باذن الله تعالى هذه كلها جيت اللي عندي انا صراحه نضمن باذن الله تعالى لواحد الفئه ندخلوا عليها كلنا البهجه والسرور ولها دعوه توصلنا باذن الله والحمد لله كل ما تزاد الخير هذاك الشيء اللي كنطلبوا فيه باذن الله تعالى لانه ولو تنفق حتى 100 و200 راني كنشوف شي اسر كتبكي تقول هذاك ديالي انا نعطيه ليها لان راه تقول انا ديما كناكل الحمر الناس ما كتاكلش الحمر وربما اقل من الحمر نكونوا صريحين يعني صراحه هذه ظروف يعني الله ييسر الامور للجميع. اثنين وعشرين
والفرحه الاجمل ملي كتشوفو كيدخل على اسر مساكن محتاجه بزاف. واحد السيد قال لك شوف لي الكبش والذباح معاه، انا سيدي نجيبو ولا ندبحو بيدي بفضل الله تعالى، فين كاين المشكل؟ ونجيب العيال اللي يعاون ويستر، ما كاينش المشكل. مرحبا مرحبا. والله العظيم الأرملة اللي ما عندهاش نديو ليها وندو لها اللي ذبح وندو لها معاه بإذن الله تعالى حتى الفخر ديالو قضاني ما كاينش المشكل. أجمل شيء ندخر عند الله جميعا به الرفعة والعزة والتوفيق به بزاف الحوايج اللي من يعقل ويفهم. بعض الأحيان كتخسرها غير بشيء لا شيء وتجيك غير مصيبة تخسر أكثر من هادشي تقول يا ربي نعطيه غير نظر لك حي ليا وندير هذا النظر يستخرج من البخيل. أنت في صحتك وعافيتك عطيه وصنع المعروف تقي مصارع السوء ونجيبك الله البركة في عندنا وفي الأهل وفي البيت وفي الصحة وفي العلم وفي القبول وفي البركة أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى لمن يعقل. تدخل على ثمن 2500 درهم 500 درهم بين 50 وواحد ديما هذا السيد 50 شهرين كبروا في الحجم ان شاء الله تعالى غيزيان ولا شي ولا هذا باذن الله غيزيان احسن هذا الشيء ان شاء الله تعالى. Yeah.
لا الله الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله انا ندخل فيها العرف والمقابله حتى نهار العيد ان شاء الله يبقى لنا غير باش نهزوا ان شاء الله ونوزعوا باذن الله الساعه كتبنا ان شاء الله باذن الله يضاعف العدد ديال 50 ان شاء الله يضاعف ان شاء الله مره وثلاثين ثلاثه ان شاء الله وهذا اظن ان شاء الله كريم انا غنضاعف العدد ان شاء الله تعالى على الاقل 150 باذن الله يجي هذا العام ان شاء الله تعالى الناس او اكثر ان شاء الله وما يدريك كاين اهل شوف وما رميت اذ رميت ولكن كان اسباب الناس وفي القلب الطيب وكنسعاو بالليل والنهار وهذا هو التوجه ديال مكه ديالنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما يكون خير باذن الله تعالى هيدا هذا ما غنشرب شي واحد شمالي صافي هي اللي فيها لا 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 هادي هي عندي 21 21 اظن الله اعلم هيدا ادم هيدا ادم من البيت خلي له واحد شي يعني شي يعني اظن 1 ريال هاي 21 واقفه ما شاء الله صحيح شوف ان الله لا يستحي من الحق اللي خصو يتبدل عادي جدا ينظر في سواد ويكون في سواد شكون شتي تكلم
خرجوا خرجوا شحال قلتي لي؟ 21 98 صافي صافي 21 شد عندنا مع التحتانية ياك؟ خرج هذا خرج هذا أخوانا ندخلوا إن شاء الله عز وجل هذا العام على من يستحق بحق على الأبصار الميتة طقا والميتة جوعا والتي ربما عندها اليأس من العيد بشكل 100% يعني صراحة أنا عملت بإذن الله هذا العام عكس الأعوام الأخرى كل عام كنستافدوا صراحة التقصي التحري من أجل الوقوف على من يستحق الحق خاصة بشكل الأول يعني الأرامل واليتامى ثم الفقراء اللي كيستحقوا الحق ولهذا لم تعطوا بفضل الله تعالى إلا بعد التحقيق والتدقيق لمن يستحقون الحق لأن سبحان الله إحنا كنعطيو الحمد لله رب العالمين في هذا الكون ولكن أحيانا كتأسف لأنك تلقى بعض الدفوات بعض الشيء كتوحد هذاك العمل جمعوه في هذا أكيد كيكون في ناس أحيانا كيجيو غير كيتبكاو أحيانا ربما كتخاف هذاك الإنسان اللي كيستحق ما كيسألش هذه مصيبة يحسبوا مجاهل أغنياء ما تعرف لكن اللي مستحق بحق عافيش ما كيسألش وكي اللي يجو سنطيحة ياخذ من عندها تاني لاباس لاباس قال الادخار هو في الأزمات ياخذ من عندها دار ومن هذا وهذا شيء موجود شيء عشناه كي اللي خذوا قفة خمسة سنوات كلمة غات مرة وكذاك في الأعياد كي ياخذ المال من هنا ومن هنا وبعيد من هنا ومن هنا وكاين الناس اللي كيحشموا ما يقدروش يعوضوا نفوسهم ولا يطلبوا ولا يواجهوا وما مسكن ما كيفوزوا بتا حاجه هذاكم اللي ان شاء الله اللي في الظل كنقلبوا عليهم بشكل كبير ودرنا ان شاء الله اللي قلب عليهم وساعدنا فيهم وعنده اجر باذن الله تعالى ويمشي برجلي باذن الله ونطرق الباب ونتاكد ان شاء الله ولو احتاج الاضحيه ومعها دعم مادي ديال الاقتبال الفاخر الخضره كل الفرح لانه فرحه كامله باذن الله تعالى كنشوف عيننا مزيان بغى يضحك علينا ولا بغى يسمصر فينا ولا بغى يستغلنا ولا بغى يدير لنا غير قنطره ما عندنا ما نديرو به اللي محتاج غير دعم مادي خفيف ماشي بحال اللي محتاج نخش 100% هكذاك من فقه وفهم العمل الجمعوي باذن الله تعالى لان بعض الاحيان انت كدير الخير وبعض كيصحاب كيستغلك انت كسادج اولا انت ربما غادي توزع الفلوس هنا وهنا لا لا يا اخي لا ماشي هكذاك الامور لكن حنا كنفهموها فهم اخر باذن الله بعد نظر بعد بصيره وبسلام الصدر وبحسن الظن ولكن لا خص الامور احيانا يكون فيها حزن ويكون فيها تدقيق وتحقيق ان شاء الله جل وعلا والصوت مسموع شنو دابا شنو صافي شوف حتى كيما تما زلا غير حسب لي شحال تما وصلتي كمل هادو علاش ما كملتهم لا قايدين قايدين هنا حسب لي شحال المجموع أربعة وخمسين صافي جيد كمل ستين ولكن نكمل من المليح من الكبير ماشي الصغير ها ايوا خرجوا ليا داكشي كبير خرجوا ليا خرجوا برا الا بالك شي كبير خرجوا ليا مرحبا يلا سير نكملوا 60 ان شاء الله تعالى فيها خير معروضه من الخير لا شحال راه وين
من هنا هم اللي ملعبا هنا عبقت شوف الرزاق سبحان الله عندنا صحيح يوم الاثنين بالتباتي عندنا وقع السلام ما شاء الله ماشي مشكل ان شاء الله تعالى ان شاء الله نعطيها قبل وشي حاجه ديالي ان شاء الله تعالى الحق عليك هي الاسريه هذا نخليها لله عز وجل نخليها لها اكثر من سنه عزمت عليها نقلب لها شي ارض باذن الله نخليها ان شاء الله تعالى شوف لكانت السته مليحه مزيانه توكل على الله جيب هذاك الخشرات جيب هذاك يمشي راه شي واحد جيبو انا فهمت شنو قصد فهمتو صافي يلاه بسم الله شوف خويا اش تغيا هادوك راه ملي غتجيب لنا واحد الشهر اللي قلت لي نقص غتقول لا هذا علاش خليت احنا مشينا سالي مع السي سعيد السي سعيد عطانا العشب ومغطيهم لا شري قطعه يمكن شري قطعه كتجا ضروري جوج ثلاثه طايحين وكدير هادي ياك سي سعيد نعم كمل لي ان شاء الله 60 باش نتوكلوا على الله واه يلا وصيت وأكدت عليه وكلهم مليح وراني ناكله غير شي مرات في النهار صراحة أكدت عليه بالصوت والصورة وعلى المباشر أما قبل المباشرة كنأكد وكنعاود نأكد الحمد لله بين عيفي الخير سلام عليكم وفقنا الخير عندك 21 93 معاذ أنا قلت لي سووا ورقة بحال هذيك
خلي شباب ان شاء الله 60 ان شاء الله 40 ان شاء الله غادي في جنه على هذه الايام تكون غنلبس على داك البوط ولا بوط كان هذه الايام ديال صافي ديال البوط كان زاد فهمت ديال السواق نولي عروض ان شاء الله تعالى انا خرجوني جنب الله انا هنا وكحال شويه في الشمس حتى نزيد كاع نم نطلعوا عاوتاني للاوروبيه ونشوفوا الكسابه ان شاء الله تعالى يوفقنا ويخير ايجيبوا شي سؤال راسو ايجيبوا كروات على نهارهم كاملين شحال هنا غايجيبوا كروات كبار هذا هذا صافي الامور مضبوطه ياك صافي كلشي مقيد غادي نعاونك تبغى واحد الورقه اللي كان باش نعطيهم يلا باش يبقاو عندهم حتى هما يلا ربي لا حشمناش امين امين فين هي الحوليه ديالنا شي حوليه صغيره تعطينا لا كبيره صاحبي ما شنو حوليه نجبد هاي عندك عندك دابا اخواني وجزاكم الله تعالى خيرا وان شاء الله تعالى لنا باذن الله تعالى اليوم جلسه كما وعدتكم البارحه وان شاء الله خلالكم ان شاء الله تعالى افاده واجابه ان شاء الله تعالى على المسلمين ان شاء الله كذلك جلسه فيها افاده وجلسه في الرقيه الشرعيه مباشره معكم باذن الله سبحانه وتعالى اسال الله تعالى التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك واستغفر الدعاء وبارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.